في استقبال ضيوفنا. وضيف معنا اليوم مدرب الاتحاد المنستيري لسعد الشابي، سعيد جدا باستقباله. البارحة الاتحاد قدم ماتش كبير، ولو انه حتى في الذهاب الاتحاد عمل زوز مقابلات من طراز رفيع ضد عملاق افريقيا، لكن للاسف ضربات الجزاء كانت حاسمة في الانسحاب. كوتش اهلا بيك. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا بك كوتش. نجم نقولوا حسره هكا، خاطر الاتحاد عزوز مقابلات الحقيقه اثبت انه افضل من الرجاء البيضاوي، لكن للاسف ضربات جزاء والاتحاد ممكن ما استغلش حتى الوجه الممتاز اللي قدمه. والله بالحق حسره خاصه اذا كان نوصلوا عملنا دو ماتش باهين، الماتش في المغرب والماتش البارح في المستير، وصلنا في الاخر بلنتيات، لكن كذبنا كلنا يقولوه لان الكره راهي حقيقه نتاعها فوق الميدان. انا قلت للملاعبيه نتاعنا داخلين في الربح خارجين في الخساره، اذا كان ربحنا الرجاء باش يقولوا الرجاء مش في نهاره ومش الرجاء هي البدايه، وكان خسرنا ضد الرجاء باش يقولوا الرجاء ماهيش قويه، ولو يقولوا الرجاء مش في طنبك نتاعها نسير حق ربحتها. انا نقول قابلنا من اقوى الرجاء الموجوده. رجاء جمعية قوية ياسر. أنا قبل ما ندرس الرجاء دروس الكرة المغربية بصفة عامة، عديت يمكن 10 أيام ندرس في الكرة المغربية كيفاش تلعب الكرة في المغرب، وفي الآخر عرفت علاش المنتخب المغربي زاد ما فيش لبعيدة حتى كي يلعب في الدورات الكبار، عندهم كرة تاع أتاك بلاسي. حاولنا بقدر المستطاع زاد من ناحية السيكولوجية حتى نعطيه المعنويات للملاعبين تاعنا وأنهم كثير من ملاعبين الرجال. اعطيتهم العديد الامثال، لايبسيك عمناوت في الشامبيون ليغ وقت اللي ضحك عليهم مورينو وقال ملاعبيه ما يفوتوش عمرهم 23 سنه وانترونور مازال 32 سنه عمره، شفت نتيجه 3-0 في الليالي واحد بشيء في الروتور لايبسيك. دونك هذه الاشياء اللي ربما اعطيناها للملاعبيه نتاعنا، وكنت عندي ثقه في الملاعبيه نتاعنا وانا فخور اليوم، وانا عندي ملاعبيه ناضجين تكتيكيا لدرجه ما تتصورهاش. عملنا دو ماتش كبار، ورينا للناس الكل وانه اللي عملته المستير عمناول ما جاش من الصدفه، وانا ما عمل قاعدين نقوموا فيه الناس الكل، رئيس يعني طب ديزونترونورات ميم ديزونترونورات لي جون اللي قاعدين يعاونوا فينا. دونك والحمد لله نجم نقول لك انا فرحان، لكن مستاء وانا على ضربه جزاء اللي ما دخلتش ما تعديناش. على كل حال نكتب على رواحنا، عندنا البطوله، عندنا كاس سوبر، عندنا كاس تونس، وقدر ربي نمشيو في الثنيه الباهيه. هو كوتش يقول لك الفريق اللي يخلق فرص ما تخافش عليه، الاتحاد بين الذهاب والاياب خلق برشا فرص، لكن النجاعه خانتكم كوتش، فما مشكله نتاع افيكاسيتي في الاتحاد؟ لا مش حكايه الشجاعه، ربما الخبره. اليوم كما قلت لك راهو الملاعب مهما يكون بشر، انا ربما الحاجه الوحيده اللي عاونتني واني 32 سنه عايش في النمسا ومتكون لبرا، وكي تتكون لبرا يقول لك ما يلزمكش تخاف من اي فريق، الكره تتلعب 10 ضد 10 اذا كان انت تكتيكيا تعرف كيفاش تاخذ ضد منافس كبير وتعرف نقاط القوه ونقاط الضعف نتاعو، تنجم في مقابله ولا زوز توقفوا، وهذا الشيء اللي عملناه. احنا ربما قله الخبره نتاع الملاعبيه نتاعنا خلاتنا ربما ما سجلوش الاهداف في المغرب، كنا نجم نقطه المقابله. انا خاطر جاتنا يمكن نص ساعه الاولانيه 3-4 فرص كنا نستغلوا منهم واحده ولا اثنين، وربما كانت النتيجه تمشي في ثنيه اخرى. البارح كيف الملاعبيه نجم نقول لك عملوا انجرو ماتش نبنيو على المقابلات هذوكم. اليوم لاعبي الاتحاد المنستيري عرفوا وانهم ينجموا يهزموا اي فريق اللي تقابلهم من الجزائر ولا من المغرب ولا من تونس، والحمد لله هذاك هو اللي كتب لنا باش نعملوا دو غو ماتش. كيف عملنا دو غو ماتش قدر اهلي طرابلس، ترشحنا ضد فريق فصيل اثيوبي، عملنا كل 40 مشينا بالبداء، والحمد لله وان شاء الله المستقبل يكون فيها. كوتش بعد بدايه صعبه السنه في الشامبيونا، الفريق قاعد يبدا يرجع في الوجه اللي شفناه عليه الموسم الماضي، شنو تبدل بين بدايه الموسم وبين توا؟ اذا كان نكونوا عقلانيين وقت اللي جمعيه يخرجوا منها 6 ملاعبيه، يخرج منها ياسين العمري مشى النادي الافريقي،
يخرج منها طلحه رزق مشى الاهلي طرابلس، يخرج منها ايمانويل اكبادو اللي مشى لبلجيكا، يخرج منها موزيس اللي مشى لام صلال، يمشي منها اوكبوتو اللي مشى للعربي. سته ملاعبيه يعني قول لك تدفع لها 50% من الجمعيه. يزيد يضرب فهمي بالرمضان في اثيوبيا، وزيد يضرب ضد الترجي الرياضي التونسي هشام مشمول. زياد مشمول. زياد مشمول. دونك ما عادش تنجم تحكي عن نتيجه، وما عادش تنجم تحكي على المردود. صعيبه. فهمتني؟ ترجع تصبر وتستنى وان يرجعوا لك الملاعبيه الكلي. هو وقت رجع الملاعبيه الكلي الحمد لله شادين الثنيه وقاعدين ماشيين في مسار باهي ياسر. ما تنساش قاعدين ساعه ساعه الماتشوات اللي قاعدين صايرين. راهو نقول لك ما صارت حتى بطوله في العالم، انا عشت البطولات الكل ونعرف البطولات الكل. الظروف قاسيه، الكوفيد 19 اللي خلاتنا نلعبوا يعني اسبوعيا اربع احد اربع احد اربع احد، مع اصفر لاثيوبيا، مع اصفر لمصر، مع اصفر للمغرب، ربما خلات الملاعبيه زاد يحسوا بشويه ارهاق. واحنا ما عندناش جمعيه اللي عندنا 35 ملاعبي باش نجم نبدل 19 ملاعبيه. نتهنئ وكوتش على الاتحاد باش نكملوا نشوفوا الوجه هذاك اللي شفناه البارح في مقابلات البطوله. باذن الله باذن الله. انا نتمنى لكل جمعيات في تونس على خاطر راهو المستير البارح كي لعبت شعرت انه الجمهور التونسي بصفه عامه مهما يكون الفريق نتاعو الاول، البارح الناس كل وقفت مع المستير. وانا شخصيا اليوم المستير ما عادش موجوده باش ناخذ مع التراجي، باش ناخذ مع النجم، باش ناخذ مع نادي الرياضي الصفاقسي. ونتمنى لهم ان شاء الله باركور كبير، ونتمنى لهم ان شاء الله كاس الكونفدراليه اللي طحنا منها احنا تبات في تونس عند النجم الرياضي الساحلي ولا عند النادي الساحلي ان شاء الله. يعطيك صحة، شكرا لك كوتش وبالتوفيق ان شاء الله اللي كنت والاتحاد المنستيري في بقيه مشوار البطوله والكاس. فاصل ثم بعد شويه باش يكون معنا اللاعب السابق سامي العروسي نحكي معاه على مقابله الترجي ومولديه الجزائر غدوه في تشامبيونز ليج.